شوف دابا السيدية داكشي بعد الحظر الصحي والمدة اللي قضى السكان في المنازل ديالهم دابا نشوفوا الامور بدات ترجع شي شويه من بعد الامر ديال السلطات المحليه هذوك باش نفتحوا الماقي نهار 25 في الشهر. الحمد لله دابا الامور كما كتشوفوا ولات الطبيعه ديالها تدريجيا، وكما قلت القضيه تاع الحجر الصحي تاع المسافه القانونيه، التعقيد من وسائل الطيريه في الريستورون زال القهوه، كلشي الحمد لله كلشي على ما يرام. وطبيعه الحال لان علاش بعد الغياب في المنازل وداكشي غادي يكون الاقبال، والاقبال ماشي واحد 100% تقريبا، وتدريجيا نقول لك واحد 40 50% بحال هكا، وتدريجيا ان شاء الله غادي تكون الامور ميسره ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى الله يعز علينا هذا الوباء باش تعود سائر البلاد ان شاء الله تكون فوالا. ما زعما ما كيخفاش على الجميع انه هذا الكونفينمون اثر بزاف على اقتصاد على الصعيد الوطني ومدينه السعيديه بشكل خاص. علاش مدينه السعيديه؟ لان مدينه السعيديه كما كيعرف الجميع مدينه اللي كتعتمد على الناس الوافدين ماشي الناس المحليين. الور من بعد الكونفينمون دابا عطاو لوتوريزاسيون باش يفتحوا بواحد لي كونديسيون 50%. حنا كنهضر على مقهى اطول كلوب، مطعم اطول كلوب، بالنسبه لنا 50% وتحقيق التباعد الاجتماعي ما كيأثرش علينا بحكم عندنا مساحه كبيره في المحل، ولكن انا متاكد بالنسبه للناس اخرين غادي ياثر عليهم بزاف هذا، غادي ياثر عليهم هذا البند بالضبط. بطبيعه الحال ضروري النظافه بغض النظر على الكونفينمون كانت متوفره بحكم انه كيدوروا الناس تاع الليجيان، وبحكم انك كتحافظ على السمعه نتاع المحل، وبطبيعه الحال غادي تسهر على هذه المسائل باش تكرسهم. الا انه في هذا الكونفينمون كانت كثر، يعني داكشي تضاعف، انك خصك توفر المعقمات، خصك توفر الكمامات للعمال ديالك، خصك توفر بزاف الحوايج يعني باش تكون مواكب الوضع الحالي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.